الصفقة التي قام بها إسرائيل مع حزب الله قبل يومين في رأس الناقورة جعلت العالم يشعر بتغيير ملموس في المفاوضات بين الطرفين، حيث أنه تحت إطار هذه الصفقة وعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه سوف يعطي رسالة واضحة للإسرائيليين عن الجنديان إلداد ريجيف وهود الجاسر، وبالفعل هذا ما أكد عليه نصر الله خلال خطابه البارحة للإعلام. أستطيع أن أتحدث لأول مرة عن وجود تقدم إيجابي في هذه المفاوضات الأساسية، يعني المرتبطة بالجنديين الإسرائيليين وبالأسرى. يوم واحد بعد الصفقة الصغيرة يتحدث نصر الله عن الصفقة الكبرى وعن الأمن الذي يكتمن بها. لأول مرة أستطيع أن أتحدث عن أمل، عن تفاؤل، عن تقدم إيجابي، عن فرصة لتحقيق إنجاز كبير وعملية كاملة من هذا النوع. نصر الله وصف صفقة البارحة بأنها صفقة إنسانية حيث أن الطرفين وقفوا في وعودهم. اشترط الوسيط الدولي التكتم الشديد، نحن هذا بناسبنا، نحن مش هاجسنا مثل ما قلت لا إعلامي ولا سياسي، نحن هاجسنا ننجز الهدف. نصر الله الأمين العام يغرس الأمل والإرادة بين أحضان عائلات الأسرى اللبنانيين، وفي نفس الوقت يبث أمل واقعي لعائلات الجنود الإسرائيليين. אני לא יכול לציין להתקדמות מהצד שלנו, אני לא יכול להיות שותף לאמירה הזאת. אני מקווה מאוד שהיא נכונה. חילל חיטאב אולמת אלבארחה قال بأن إسرائيل لن تكف عن الجهود لتحرير أسراها. במשך שנים מנסים אויבינו להעלות את המחירים שמשלמת ישראל עבור פיסות מידע, ויותר מכך, על קבלת חיילים ואזרחים חטופים, או חליל הגופות. מדובר בסחר מכוער וציני ברגשות וברגישות שיש לחברה הישראלית.